بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كلامنا في باب أن الأئمة عليهم السلام هم الهداة. وفي هذا الباب من كتاب الكافي الشريف جمع الكليني اربع روايات في تفسير قوله تعالى: انما انت منذر ولكل قوم هاد. اولا لنذكر الايه كلها بتفسيرها ثم ناتي الى هذه الاحاديث الشريفه هذه الايه في سوره الرعد تمام الايه هكذا ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد الله سبحانه وتعالى ارسل الانبياء لتبليغ امر الدين العقائد والاحكام والاخلاق ولاثبات صدق الانبياء حباهم بالمعجزات لكي يتبين للناس صدق هؤلاء الانبياء ويمتاز عن المتنبين المفترين على الله سبحانه وتعالى لأن غالب الناس لا يتمكنون من تمييز المحق من المبطل وخاصة إذا كان المبطل له السلطة وله مجموعة من الناس يبلغون له وكان منطيقا فغالب الناس لا يميزون هذا الإنسان المفتري مدى الإنسان الصادق فلذلك الله سبحانه وتعالى إتماما للحجة وهداية للناس حبى الأنبياء بالمعجزات ليتبين صدق مدعي النبوة فلذلك كل نبي معجزة تارة المعجزة الله سبحانه وتعالى يرسلها ابتداءً من دون طلب من الناس مثل موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى حينما اختاره للرسالة حباه بآيتين العصا التي تتحول إلى حية والى ثعبان واليد البيضاء من غير سوء ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أضاف آيات أخرى في تسع آيات. أحيانًا كانت المعجزات بإقتراح من الناس. يعني الناس يقولون أنت نبي فأتنا بالمعجزة الفلانية. مثلًا قوم صالح قالوا أنت صادق؟ إذا أنت صادق فشق لنا. الجبل واخرج من هذا الجبل ناقه مع فصيلها لكن المعجزه الى حد اثبات صدق هذا المدعي لتتم الحجه على الناس وليس معنى ذلك انه كلما طلبوا معجزه الله يستجيب وينزل هذه المعجزه لأن المعاجز ليست العوبة المعاجز لإثبات صدق المدعي للنبوة فإذا معجزة واحدة كافية الله سبحانه وتعالى لا يثنيها عادة بمعجزة ثانية ولذلك حينما أنزل الله القرآن على الرسول محمد صلى الله عليه وآله وهو أعظم معجزات الرسول الخالدة وايضا معاجز اخرى جاء المشركون وطلبوا معاجز باقتراحهم زين اذا القران ما كفاك اذا المعاجز الاخرى التي رايتها كشق القمر ما كفاك زين اي معجزه تاتي لا تكفيك وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها الحق لا يتبع اهواء الناس الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: "ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض". أهواء الناس مختلفة، زين الرسول في مكة أراهم معجزة القرآن، وأراهم معاجز أخرى، جايين للرسول نريد أنه تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة كذا. أو أنه ترقى إلى السماء وتجيب لنا كتاب من الله سبحانه وتعالى وكل واحد يشتهي فد شيء وما يصير هذا الشيء هذه مو العوبة هذا اللي بيان الحق وطريق الحق لا يكون باللعب فإذا الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء منذرين وحباهم بالمعاجز نعم أكو نبي عنده معجزة واحدة أكو نبي عنده معاجز أكثر لحكم الله سبحانه وتعالى يعلمها. فهؤلاء كما في هذه الايه ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه. زين نطلب العذاب لماذا العذاب لم ياتي؟ نطلب كذا لماذا هذا الشيء الذي طلبناه لم ياتي؟ نطلب ان يكون لك بستان لماذا لا يكون لك بستان؟ نطلب ان يكون تفجير لنهر لماذا لا يكون نهر؟ لماذا لا يكون لماذا لا يكون؟ الجواب شنو هو؟ إنما أنت منذر ولكل قوم من هاد. أنت أرسلناك منذراً. ما أرسلناك تجي تغير موازين الكون، كل لحظة تراويهم معجزة وتغير موازين الكون، لا. معجزة معجزتين ثلاث معاجز مثلاً أو أكثر حسب المصلحة وليست حسب الأجل. حسب الأهواء، إنما أنت منذر. ولكل قوم هاد، الله سبحانه وتعالى ارسل محمدا صلى الله عليه واله ينذر الناس. وايضا لكل قوم جعل هاديا الرسول صلى الله عليه واله هادي لقومه في زمانه ولغير قومه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. الذين عاصروا الرسول هو هاد لهم. بعد الرسول، الرسول ايضا هادي للامم التي جاءت بعد الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه واله، الرسول هادي لنا ايضا الان وهادي للاجيال اللاحقه، وهادي للاجيال السابقه، لكن هناك ادوار هذه الادوار اوكلها الله سبحانه وتعالى الى الحي لا الى الميت. مثلا إدارة أمور العباد والبلاد بعد الرسول الناس يحتاجون إلى من يدير أمورهم والرسول صلى الله عليه وآله وهو في قبره إذا الله يشاء أن يدير أمورهم يتمكن لكن هذا خلاف سنة الله في الحياة فلذلك الله سبحانه وتعالى بعد الرسول عين هدات الرسول في قبره حي وهدايته مستمرة لأن أقواله موجودة، أثره التكويني موجود، شفاعته موجودة، أن تتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى أيضاً موجود، لا فرق في حياته وموته. إذا هو لا يملك نفعاً ولا ضراً لنفسه من دون الله سواء كان حياً أو ميتاً لا يملك نفعاً وضراً لنفسه من دون الله، قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً. أنا حي لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا أن الله سبحانه وتعالى يشاء ذلك. كذلك هو ميت لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا إذا الله سبحانه وتعالى شاء. الرسول إذا هو حي من دون الله لا يتمكن من أن يضر أحداً ولا أن ينفع أحداً، لكن إذا الله سبحانه وتعالى شاء يتمكن من أن ينفع ويضر. وكذلك وهو ميت اذا الله شاء ان يضر الاخرين او ينفعهم يتمكن من ذلك وقد شاء الله سبحانه وتعالى ذلك فالله سبحانه وتعالى بعض الامور اوكلها الى الحي فلذلك بعد الانبياء لازم يكون اوصياء يواصلوا مسيره الانبياء يديروا امر البلاد والعباد اذا طلع واحد يريد يحرف معاني القرآن الكريم، يريد يأخذ المتشابه ويؤوله كما يشاء، يريد يبدل مكان المحكم بالمتشابه، لازم يكون واحد يبين للناس الحق حتى الحجة تستمر، فالرسول هادي بأقواله بكلامه بتأثيره الغيبي لكن في غيابه وبعد موته الله سبحانه وتعالى لم يخل الأرض من حجة تلك الحجة يكون إماما حيا إنما أنت منذر مو العوبة بيد المشركين والكفار حتى يطلبوا معاجز هكذا أنت تنذر وتأتي بمعجزة تبين صدقك ولكل قوم هاد، انت تهدي جميع الناس ولكل قوم ايضا هاد يهديهم اي زياده او نقيصه يرجعوا اليه، لذا في حديث الثقلين المشهور المتواتر بين الفريقين الرسول صلى الله عليه واله خلف في الامه الثقلين كتاب الله وعذرتي اهل بيتي. هذان معا إذا الإنسان تمسك بهما لن يظل بعد الرسول أبدا ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا إذا واحد يجي يقول حسبنا كتاب الله يترك العترة زين يجي للقرآن فيه متشابهات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. زين يجي عندما يقول حسبنا كتاب الله ياخذ المتشابه ويترك المحكم. هذا المثال ذكرناه مرارا. عندنا آية متشابهة وجوه يومئذ ناظرة بالضاد. يعني عليها نظرة النعيم. إلى ربها ناظرة. هل هذا النظر بمعنى الرؤية هذه آية متشابهة الآية المحكمة ليس كمثله شيء الآية المحكمة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير زين اجوا عكسوا الآيتين أخذ الآية المتشابهة وترك الآية المحكمة الآية المحكمة قال هاي آية متشابهة الآية المتشابهة سواها آية محكمة، وهكذا في كثير من الآيات القرآنية، لم يتمكنوا من تحريف الفاظ القرآن. القرآن الموجود بين الدفتين الآن بيد المسلمين، هو القرآن الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وآله من دون نقيصة حرف أو زيادة حرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يتمكنوا من تحريف ألفاظه. لكن حرفوا معانيه فافتوا بخلاف ما انزل الله سبحانه وتعالى، وجسموا الله اخذا بالايات المتشابهه، واشركوا من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون لانهم حرفوا تفسير الايات القرانيه، زين الله سبحانه وتعالى جعل ميزان مع القران وهم اهل البيت اهل البيت يفسرون القران والقران شاهد عليهم كلاهما معا لذا اهل البيت عليهم الصلاه والسلام يقولون اذا جاء عنا الحديث فاعرضوه على كتاب الله فاذا خالف القران فلم نقله فهو زخرف لان القران ميزان واهل البيت ميزان وانهما لن يفترقا معا وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل لكل قوم هاد حي اضافه الى الهداة الاموات الهادي الحي هو الامام من العترة الطاهرة زين الناس إذا رفضوا هذا الإمام كالناس الذين رفضوا الأنبياء يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في مكة الله بعثه هو ثلاثة عشرة سنة في مكة يبلغ الناس رفضوها إلا القليل قرأت في بعض الكتب أن الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله في فترة مكة لم يتجاوزوا المائتين أو مائتين ونيف إذا المهاجرون عددهم تقريبا مئتين واحد 13 سنة الرسول يبلغ وجمهور أهل مكة رفضوه لماذا؟ لأن الملأ من القوم الذين بيدهم المال والسلطة خافوا على سلطتهم خافوا على مالهم كذبوا الرسول صلى الله عليه واله، هذه الآيات اعتبروها سحرا حتى يخدعوا العوام من الناس، وفرعون عندما موسى اظهر المعجزه والعصا حولها الى ثعبان فأكلت ما كان يأفك السحره فرعون قال للناس حتى يحفظهم تحت سلطته هذا ساحر السحر التفتوا أنه ليس بسحر هم أهل صنعة السحر كانوا عرفوا أن هذا مو سحر معجزة لذا آمنوا بموسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام فألقي السحرة ساجدين عندما الرسول تلا الآيات القرآنية وتحداهم أن يأتوا بمثلها زين أجوا عند الوليد ابن المغيرة والد خالد بن الوليد جاءوا عنده قالوا أنت من أفصح الناس تعال استمع إلى كلام محمد صلى الله عليه وآله وجيب مثله لأنه تحدى فهو أجي استمع إلى القرآن زين فأخذه القرآن كلام الله. فلم يرجع إلى النادي في محل اجتماع المشركين هو مبهوت رجع إلى بيته فقالوا صبا الوليد إلى دين محمد صلى الله عليه وآله. راح على في اليوم الثاني فذكر مدح غريب في القرآن قال هذا مو كلام بشر قالوا أصبوت إلى دين محمد قال لا أنا ما صبوت إلى دين محمد زين شنو العلاج قال اطوني مهلة حتى أفكر في اليوم الثاني إجا قال لهم أنه هذا الكتاب إحنا ما نقدر نأتي بمثله لكن نقدر بحسب تعبير نخدع العوام من الناس بأن نقول بأن هذا سحر الله سبحانه وتعالى انزل في حقه آيات ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا الى ان يقول فقال ان هذا إلا سحر يؤثر ان هذا إلا قول البشر لم يتمكنوا ان يأتوا بمثل القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فإذا ماذا فعلوا؟ قالوا سحر زين سلطه عندهم تعذيب عذبوا بعض المسلمين، قتلوا بعض المسلمين والمسلمات ياسر وسميه والدي عمار وهرجوا وبلغوا لم يؤمن الا القليل 13 سنه زين المشكله لم تكن مشكله الرسول محمد صلى الله عليه واله الرسول ادى مهمته احسن الاداء لكنهم بسوء اختيارهم لم يتبعوه المشكلة فيهم لا في الرسول صلى الله عليه وآله كما أن الله سبحانه وتعالى بيّن طرق الهداية للناس لكن أكثر الناس اتبعوا الشيطان زين هل المشكلة ناشئة من أن الهداية كانت ناقصة كلا الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك المشكلة ان هؤلاء بسوء اختيارهم رفضوا الهداية كما قال الله سبحانه وتعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى بينا لهم الطريق لكن هؤلاء بسوء اختيارهم رفضوا هذا الطريق زين يعني النتيجة ان الله سبحانه وتعالى اهلكهم عذبهم في الدنيا وفي الاخرة ايضا يعذبهم كذلك آل فرعون النتيجة ان الله سبحانه وتعالى أغرقهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فإذا الناس ما اتبعوا الأئمة هاي المشكلة مو في الأئمة المشكلة في الناس وإذا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن غائب المشكلة من الناس لأن الله سبحانه وتعالى أرسل حججه محمداً صلى الله عليه واله كرسول ومن الامام علي عليه الصلاه والسلام الى الامام العسكري ائمه ليسوا رسل ولا انبياء لكنهم اوصياء لرسول الله صلى الله عليه واله بلغوا الدين لكن الناس بسوء اختيارهم رفضوهم وقتلوهم وخذلوهم فالله سبحانه وتعالى ادخر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لآخر الزمان، وعاقب الناس بغيبته، كما يقول السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، وجوده لطف وتصرفه لطف آخر، وغيبته منا يعني بسبب سوء أعمالنا، وإذا الآن صارت القابلية للبشريه لظهور الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الله سبحانه وتعالى يظهره وفي الحديث الشريف ان الله يصلح امر المهدي في ليله. فالهادي الله ارسله لكن الناس بسوء اختيارهم رفضوه كما ان يوسف على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام الله ارسله الى اهل مصر لكن بسوء اختيارهم القوه في السجن. فبدأ التبليغ في السجن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الله سبحانه وتعالى أرسل بعض الأنبياء لكن أقوامهم أقوامهم طردوهم زين إذا طردوا طلع برا من القوم القوم لم يهتدون بسبب النبي أو بسبب أنهم هم بسوء اختيارهم طردوه أو قتلوه فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إذا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني أنت هادي لقومك كما أنك هادي لسائر الأقوام، لكن في كل قوم في كل زمان يوجد هادي حي أيضاً. هنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية يقول: كل إمام هادٍ للقرن الذي هو فيهم، ذكرنا أن القرن يراد به الجماعة المقترنون في زمان واحد. وليس يراد به خصوص مئة عام هذا أحد معاني القرن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين كم أهلكنا من القرون يعني الناس المقترنون في زمان واحد في حديث آخر الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول رسول الله المنذر ولكل زمان منا هاد يهديهم الى ما جاء به النبي صلى الله عليه واله. يعني هذا الهادي لا ياتي بدين جديد هو يبين الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه واله حلال محمد حلال الى يوم القيامه وحرامه حرام الى يوم القيامه. الشرائع السابقه نسخت لكن شريعه محمد صلى الله عليه واله لا تنسخ خاتمه الشرائع. فالأئمه يهدون الى الدين الذي جاء به محمد، كلما اراد المحرفون ان يحرفوا الائمه بينوا الحق، لذا الحق وصل الينا الى يومنا هذا. ولكل زمان منا هاد يهديهم الى ما جاء به النبي صلى الله عليه واله. ثم الهداة من بعده يعني من بعد الرسول، هو الرسول هادي. لكن من بعد الرسول من الهداة علي ثم الاوصياء واحد بعد واحد، الامام علي بن ابي طالب ثم الامام الحسن ثم الامام الحسين وهكذا الى الامام المهدي. في حديث اخر الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يذكر هذه الايه بتفسيرها او تاويلها ثم يقول الراوي وهو ابو بصير: يا ابا محمد هل من هاد اليوم؟ يعني في زماننا يعني زمان الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قبل 150 للهجره لان الامام الصادق استشهد في سنه 149 وقيل 148 هل من هاد اليوم؟ فقلت بلى جعلت فداك ما زال منكم خاص الانبياء او الخلفاء من بعد 12 كلهم من قريش كلهم من بني هاشم في رواية الرسول صلى الله عليه وآله بينه. بلى جعلت فداك ما زال منكم هاد بعد حاد بعد هاد حتى دفعت اليك يعني في زمان الإمام الصادق هو الإمام كان الهادي. ثم بعد ذلك الإمام يذكر كلاما سنتطرق اليه في المستقبل. إذن في كل زمان هاد الرسول هاد في زمانه وهدايته مستمره الى يوم القيامه باقواله وسيرته. والائمه عليهم الصلاه والسلام كل امام في زمانه هاد وايضا هدايته مستمره. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المهتدين بهدايتهم وان لا نحيد عن هدايتهم لان هذه الهدايه هي هدايه الرسول صلى الله عليه واله وهدايه الرسول هي هدايه الله عز وجل هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين